النهاردة هنتكلم عن كلب المالينو. في سنة 2019 استخدم الجيش الأمريكي كلب المالينو في مهمة عسكرية لاغتيال زعيم داعش أبو بكر البغدادي، وبالفعل قدر الكلب أنه يقتل زعيم داعش ونفذ المهمة بكل نجاح. وبعدها نشر الرئيس الأمريكي ترامب على حسابه الرسمي على تويتر صورة للكلب وكتب تحتها: لقد رفعنا السرية عن صورة الكلب، إنه فعلا كلب موهوب. قبل ما نبدأ الفيديو يلا بينا ناخد صواب مع بعض ونصلي على النبي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا منى شاكر ودي قناتي على اليوتيوب Only Dogs Lover. ياريت ما تبخلش علينا باللايك علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من محبينا ومتابعينا. يلا بينا نبدأ الفيديو. الكلب ده بيبان من منظره انه لطيف ومش عدواني، لكنه في الحقيقة بيحمل صفات وطباع شريرة جدا، وده لانه بيتم تربيته مخصوص للاغتيالات والمهام الصعبة، وعشان كده بيتم تجهيزه بتدريبات خاصة جدا داخل معسكرات قوات الجيش الامريكي. كلب المالينو بيعتبر من اشهر كلاب الحراسة في العالم وافضلهم. بيطلق عليه اسم الكلب الراعي البلجيكي، بيسمى بالمالينو نسبة لمدينة مالين البلجيكية. هو حاليا الاختيار الاول لرجال الجيش في دول كتيرة جدا. الكلب ده بينقسم لنوعين، المالينو البلجيكي ده بيعتبر اصل السلالة، وكلب المالينو الامريكي. وبيشاع حاليا قوات الجيش الامريكي عندها جيش كامل من كلاب المالينو، وبيتم استخدامها في عمليات سرية بدلا من جنود الجيش. هو ازاي اصلا في نوعين بلجيكي وامريكي وهو اصله اصلا بلجيكي؟ انا اقولك، النوع في الاساس السلالة نفسها بلجيكية، بس بقى في امريكي وبلجيكي لان مع بداية الحروب العالمية وبداية عصر الجواسيس بدأت تفكر البلاد المشاركة في الحرب في استخدام الكلاب لأغراض كتير، وكان منهم مثلا ان هم ممكن يستخدموا جواسيس من الكلاب تساعد الجواسيس البشرية. وكان كلب المالينو البلجيكي من اقرب فصائل الكلاب لتنفيذ النوع ده من المهام واثناء الحرب العالمية الثانية تحديدا. ومن هنا نشأت منافسة قوية جدا بين السوفيت والامريكان عشان يغيروا من سلوك الكلب ده، وده لان طبعا البلد اللي هتغير من سلوكه وتقدر تغير من سلوكه هتنسب لنفسها الكلب، سواء بقى امريكي او بلجيكي. وبالفعل من اللحظة دي ظهر الكلب المالينو الامريكي، وبعد التدريب نقدر نعتبره تحول من كلب حراسة عادي لكلب محارب، ولكن يظل برضو المالينو الامريكي اقل شراسة من المالينو البلجيكي الاصلي. وعشان نقدر نفرق بين الكلب المالينو البلجيكي الاصلي والمهجن، المالينو الاصلي بيتميز باللون الاسود اللي بيغطي وشه كله وبيطلق على السواد اللي في وشه ده بالقناع الاسود. كلب المالينو وزنه بيتراوح ما بين 25 ل 35 كيلوغرام، وطوله من الراس للديل ممكن يوصل ل 65 سنتي، وعنده شعر قصير على جسمه وجلده سميك نسبيا، وده بيخليه بيتحمل درجات الحراره البارده. كلب المالينو عنده نسبة ذكاء عالية جدا غير اي كلب حراسة تاني، وعشان كده بيكون سهل تدريبه وتربيته، وبسبب وزنه الخفيف بيكون رشيق وسريع جدا. هو الكلب المثالي تقريبا لكل رجال الشرطة، دايما بيساعد رجال الجمارك والشرطة في الكشف عن المواد المتفجرة والمخدرات، وكمان بيساعد في مطاردة الهاربين والمجرمين وتتبع اثر اقدامهم. وبرغم كل المميزات دي الا ان المالينو ليه عيوب، عيوبه العدائية والكره الشديد لكل المخلوقات، وعشان كده لازم يتم تدريبه على ايد مدربين متخصصين وعندهم خبرة كافية، وده عشان يقدروا يقللوا من شراسته وعدوانيته. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.